أي فيصبح يكرر الكذب يكرر الكذب لين ما يصبح بعدين سمة له. حتى بعض الأشخاص يمكن لو مروا عليك شخصيا أو كذا من الأشخاص اللي تكذب أنت تستغرب أصلا هو ليش يكذب. أي نعم. يعني تستغرب ليش يكذب ولكن بسبب تكرار الكذب لديه. نعم. طيب دكتور لو تسمح لي ناخذ أول اتصال ومشاركة. طبعا أحب أذكر السادة المشاهدين برقم التواصل عبر الرقم 80 88 3 0 رح يظهر على الشاشة بعد قليل. ناخذ أول اتصال معنا أم محمد. ألو السلام عليكم. أهلا يا أم محمد حياك الله تفضلي. نعم دكتور معلش خارج موضوع الحلقة معلش. لا نبغى في نفس الموضوع عن الكذب. خارج الموضوع. طيب عموما يعطيك العافية أم محمد. ناخذ اتصال آخر معنا خالد. أهلا يا خالد. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا خالد حياك الله. حياكم الله بالخير. الله يمسك بالنور تفضل يا خالد. أنا عندي بنت عمرها تقريبا 4 سنوات. نعم. هي ما شاء الله عليها ما تكذب. نعم ما تكذب أبد بس هي حاجة ما ترضى أصابعها وإذا قلت لا ترضين قالت ما رضعت أنا قدامي هي ترضى. أي المشكلة أدري الحين الكذب يمكن نقدر نحله لكن الله تغصب عليه إذا كان محمد دكتور محمد يعني عنده. أي في سؤال ثاني طيب يا خالد. لا طيب شكرا جزيلا خالد. تسمع الإجابة من الدكتور. إجابة دكتور. بالنسبة لي أنها ما تكذب هذا ولله الحمد. نعم. هذا أن دلدل على التربية الحسنة والطيبة الحمد لله وفضل من الله. نعم. أنا يعني بنت ما تكذب. بالنسبة لمضغ الأصابع هذه تكون عادة. يعني يستخدمونها بعض الفتيات أو بعض الأطفال تكون سببين إما بسبب قلق أو توتر فتلقى بعض الأحيان ممكن يمضغ أو قضم الأظافر أو مضغ الأصابع أو شيء زي كذا أو ممكن تكون عادة. نعم. احنا ممكن نتخلص من هذه العادة في طبعا عدة طرق. الطريقة الأولى أن نوضح لنا هذه العادة سيئة أو العادة غير جيدة ونعطيها تعزيز إذا ما مضغت أصابعها. نعم. زي مثلا لما الأشول الطفل الأشول يبدأ يأكل باليسار. نعم. نقول له لا كل باليمين ولما يأكل باليمين نعطيه تعزيز ونشجع هدية مدح طبطبة على الكتف كلام جميل وإذا أكل باليسار نعطي مثلا عقاب اللي هو زي حرمان من شيء معين أو توبيخ. نعم. أعطى تغذية راجع بأن هذه عادة سلبية لها. أيضا مضغ الأصابع يعني في آلية لها بس ما أدري يعني إذا تفضل أو لا. اللي هو البعض كان يضع زي المناكير هنا يعني زي مادة تضع على الأظافر مرة. أيوة مرة طعمها سيء تستخدم. نعم. لعلاج بعض الأمراض اللي زي كذا. نعم. اللي هو مضغ الأصابع أو المص الأصابع وكذا فتصير البنت أو الطفلة يعني إذا حطوا لها هذا فإذا جت حطت وطعمه مو سيء. نعم. فما عاد تحط إصبعها يعني. نعم. أي نعم. طيب بس إنه هو يقول دكتور إنه يقولها أنت ترضعين أصابعك تقول له لا يعني تكذب هو يقصد كذا فايش رايك يعني يمكن من ردة فعل ابوها تخاف او شيء ممكن تخاف ممكن بعض الحين لا شعوريا انت بعض الحين وانت جالس لا شعوريا تلقاك ممكن تحرك رجلك لا شعوريا انت ما تدري ممكن ومندمج في موضوع تاكل اصبعك. نعم. يعني ممكن بعض الحين لا شعوريا بالنسبه لها. نعم. طيب دكتور نعود الى الكذب عند الكبار انت. نعم. ذكرت انواع كثيره. نعم. باقي منها شيء؟ اي بالنسبه لانواع الكذب نعم انا طبعا تكلمت عن اكثر انواعها والكذب ايوه الكذب مبرر لتقصير ما هذا يصير عليك. غير النقص غير النقص هذا مبرر لتقصير ما بعض الكبار يجي يسأل المدير ليش تأخرت عن دوام ليش غبت ها فتلقاه ما يقول الصدق تلقاه يكذب لأنه بيتعاقب فبالتالي لازم يكذب. طبعا سبب انه كذب هذا الشخص الكبير له اسباب معينه احنا حنتكلم عليها ان شاء الله. نعم. طيب اسمح لي دكتور ناخذ اول او ثاني ثالث اتصال معنا فاطمه. اهلا يا فاطمه. الو الاخت فاطمه معنا. السلام عليكم يا فاطمه. الو الاخت فاطمه. طيب في اتصال اخر معنا ابو منار. ابو منار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك. اهلا وسهلا. تفضل يا ابو منار حياك الله تفضل. حبيت اكلم الدكتور. معك الدكتور اسمع سؤالك. الله يسلمك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. بالله بس حبيت استفسر انا عن نوبات الهلع في كيف؟ يعني نوبات الهلع. نوبات الهلع ايوه في ناس تجيهم نوبات هلع كذا وقلق و اي طيب يحس انه خلق كلهم يكذبون عليه من موضوع الحلقه عن الكذب. نعم. فانا عاني مشكله انه اي شيء اقوله مثلا زوجتي ما تصدقه من اول مره ولا من اخر مره. ايوه
فما ادري اذا انت مصاب بالهلع يا ابو منار. ها ابوي انت مصاب بالهلع؟ تجيك نوبات هلع؟ زوجتي. نعم. طيب في سؤال تساله دكتور. هذه النوبات مثلا تجي للزوجه دائما ولا احيانا؟ والله تجيها فتره تستمر معها شهر شهرين وتاخذ ادويه وزي كذا وتروح عنها فتره وبعدين ترجع مره ثانيه. نعم. ايوه تستمر معها شهر شهرين بشكل يومي يعني او يوم بعد يوم يعني بشكل متقطع متواصل؟ والله الاسبوعين الاخيره كانت يومي. يومين. طيب وما يزيد النبض حق القلب وتعرق وتحس انها تحس كانها مستهدفه وتحس كانها بتموت وتحس كانها وتاخذ ادويه نفسيه معينه كانت؟ ما اي ادويه تاخذها برضو تشك فيها وتبطلها. ايوه. طيب يا ابو منار تسمع الجواب ان شاء الله من الدكتور، شكرا جزيلا على اتصالك. ويقول دكتور بالنسبه لزوجته اذا جتها نوبه الهلع تحس ان الجميع دائما يكذبون عليها، هل في ارتباط بين الموضوعين؟ نعم. اول شيء زي انا ما فهمت من الاستاذ ابو منار ان زوجته يعني نفسيتها غير مستقره، يبدو لي انها اخذت علاجات معينه واوقفت العلاجات وبعدين رجعت اخذت علاجات معينه. ابي اتكلم بشكل بسيط عن العلاج النفسي. ادويه العلاج النفسي من الخطأ أن الواحد يأخذها ويوقفها من حاله كذا. يعني لما تأخذ العلاج النفسي يشخصك الطبيب ويعطيك علاج نفسي لمدة 3 شهور شهرين 4 شهور يعطيك يا الطبيب النفسي. لازم ما توقفه من حالك، ما توقف الدواء إلا لما ترجع تستشير الطبيب. ليه؟ لأنه هو يعتمد على لونج تيرم، على فترة طويلة. ويعتمد على عمل الغدد. اللي صاير مع الناس تستخدم الدواء بعد ما تطيب يوم او يومين او كذا تجي تقول خلاص ما عندي ما اخذته. او تجي واحده من زميلاتها او واحده من خواتها لا تاخذ الدواء انت ما فيك شيء انت كويسه انت، فتروح توقف الدواء من حالها تحس نفسها رجع لها نوبات او شيء ترجع تاخذ الدواء، فيصير عندها تذبذب، مشكله جسميه ومشكله في الهرمونات ومشكله نفسيه. خطا توقيف العلاج النفسي، حتى لو العلاج النفسي ما ناسبك وجيتي توقفيه لازم ترجعي للطبيب، الطبيب هو اللي يحدد لك الطريقه كيف توقفيه. لازم يتوقف بطريقه تدريجيه، هو يؤخذ بطريقه تدريجيه ويوقف ايضا بطريقه تدريجيه، فلازم توقفه مثلا تاخذ كل يوم حبه بدل حبتين، بعدين يوم حبه يوم لا حبه، يعني يوم اي يوم لا، يوم اي يوم لا. يعني الطبيب النفسي بيمشيها على جدول انها كيف توقف العلاج النفسي. هذه نقطه. النقطه الثانيه سبب نوبات الهلع وانها ما تصدق اي شيء ينقال لزوجها. انت عارف الانسان اذا عاش في محيط فيه قلق سبحان الله، يعني ضغوط نفسيه، ضغوط عصبيه، ضغوط من الاسره، وفاه احد الاقارب او شيء، فبسبب شعوره بالقلق الزائد هذا تجيها نوبات الهلع. ايضا يحدث عند الاشخاص بعض الاحيان يسمى عندنا في علم النفس كلاسيكال كونديشنينج، هذه احد النظريات المشهوره. يصير عند الفرد ارتباط شرطي. مثلا زوجها كذب عليها مره، مثلا انا ما اتكلم عن ابو منار، مثلا كذب عليها مره وهي اكتشفت، رجع كذب عليها مره ثانيه اكتشفت، فخلاص يرتبط عندها الكذب بزوجها. يعني اي شيء يقوله لها ما تصدق. ايوه، فارتبط عندها، صار عندها احنا نسميه اشراط كلاسيكي، اللي هو كلاسيكال كونديشنينج. هذا تكلم عنه احد العلماء المشهورين الروس اللي هو ايفان بافلوف. في نظريه مشهوره، فصار عندها ارتباط شرطي انه خلاص ان زوجي يكذب، اي شيء يقول لي انا ما حستقبل. هنا مشكله، هنا مشكله الزوجيه، مشكله. ايوه، لازم يصير لها اشراط عكسي او اشراط مضاد للاشراط اللي تكون عندها. ايضا انا انصح ابو منار يعني زي ما قال لي على حاله زوجته وكذا انها تاخذ ادويه وان حالتها النفسيه متذبذبه، بعض الاحيان تقعد فترات وتوقف الدواء وترجع له. انا انصحها ان تراجع طبيب او طبيبه نفسيه وتلتزم باللي قال لها. لو لا سمح الله ما ناسبها الدواء لمدة أسبوع 10 أيام ممكن ترجع لنفس الطبيبة. ممكن تغير الطبيبة إلى طبيب إلى آخره، بس أهم شيء لابد من أنها ترجع لمختص يساعدها في هذا الموضوع. نعم. طبعا دكتور بالنسبة للأنواع الكذب عند الكبار أتوقع أنك ذكرتها كلها. أي يعني. نعم. طيب ودي أسألك أيضا عن كيف نعرف الشخص الذي يكذب، ولكن يعني حتى السادة المشاهدين ودنا يتعرفون أنه اللي يكذب دائما نسمع أنه وجهه يحمر أو يمسك خشمة أو شيء من هذا القبيل. عموما لو تسمح لي دكتور فاصل قصير مشاهدينا وبعدين نكمل معكم برنامج. اهلا
اهلا بكم مجددا مشاهدينا. طبعا دكتور محمد، كيف نعرف الشخص الذي يكذب؟ نعم، طبعا احنا عشان نعرف الشخص اللي نكذب، هذه الاشياء اللي انا بقولها هي مؤشرات تستخدم. يعني مو معناها انه اذا وجدت في شخص خلاص هو يكذب 100%، لا، يعني مؤشرات تساعدنا على التعرف ان الشخص قد يكذب. قد يكذب، اي، مؤشر، مو شرط انه يكون مو شرط كذب. اي يعني مو ان ذا الشيء اللي بقوله الان خلاص اي واحد سمع فؤاد او قاعد يكذب علي. لا، يعني هي مؤشرات احنا نستخدمها. اول شيء ازاغة البصر. دلت معظم الدراسات والابحاث ان الشخص لما يقول الكلمه وهو ينطق كلمه الكذب يزيغ بصره عنك. يعني تلقاه يقول الكلمه يوخر بصره، مثلا يقول والله احنا رحنا وهو ما راح، وخر عينه عنك. وبعدين شفنا كذا كذا، هو ما راح، هو وخر عينه في نطق الكلمه اللي هي كلمه الكذب. ايضا الشخص اللي يكذب، يعني من علاماته ومن الاشياء التي قد تساعدنا على معرفه ان هذا يكذب او لا، التعميم، جنراليزيشن. تمام، لما تجي المدير يسال عن الموظف، ليش تاخرت عن الدوام؟ تلقى ايش يقول؟ يقول الكل يتاخر، نعم، وفلان ما جاء بدري، هذا ما جاء بدري، اي، الشوارع كلها زحمه. صحيح. التعميم اللي يكذب هذا يعتبر يعني نوع من انواع الكذب، يعني نستخدمه كمؤشر انه يساعدنا ان الشخص يكذب. ايضا من ضمن كمؤشر يا اخوان، يعني مو هو اكيد. ايضا من ضمن المؤشرات اللي هو عدم الاشاره للذات. ما يقول انا، احنا، كلنا، الجميع، ما يشير لنفسه. أيضا التكلف العصبي، تلقى الموضوع بسيط، يعني لو شخص يمكن ما يكذب أو هذا يكون هادي هادي، يتكلم بهدوء. والشخص اللي يكذب ممكن ينفعل، ممكن يتكلف بزيادة للموضوع ما يستاهل، بس تقدر تكتشفه يعني من بعض الحالات زي التعرق، مسح النظارة، الارتباك، التعطش إلى آخره. وايضا الشخص هذه علامات واضحه ان التعطش والتعرق، يعني انه يرتبك ويقلق وهذا. اي ايضا من ضمن الاشياء انه قد يطلق كلمات للاستخفاف بالاخرين. يعني لما تجي تسال موظف تقول وين المعامله الفلانيه، هم ما سووها وهم ما خلصوها وهم ما كذا وهم ما يفهمون وهم ما ينجزون عملهم بسرعه، فتلقاه يتلفظ بكلمات للاستخفاف بالاخرين. هذا الشخص اللي يكذب يعني بشكل عام. هذه بعض العلامات يعني اللي تدل على الكذب. طبعا زياده ضربات القلب، ضيق التنفس، الارتباك الواضح. بس اهم شيء انه يرتبك من شخص متعود عليه. يعني لا تجي تقعد الانسان او الانسانه قدام واحد غريب وتقول لها يلا جاوبي، ما تبغى ترتبك، ممكن ترتبك بس من مجرد انه غريب عليها. لا، بس امام واحد مثلا مو غريب، زي الزوجه امام زوجها، او الزوج او الابناء امام ابوهم، اذا كانوا ما يرتبكوا من ابوهم، فممكن اذا جاء في كلمه الكذب او كذا ممكن يرتبك. طبعا لها بسبب علامات فسيولوجيه، اللي هو افراز الغده الكظريه اللي هي فوق كلويه، افراز هرمون الادرينالين، الهرمون الخاص بالمواقف الضاغطه، مواقف القلق والتوتر وكذا. طيب دكتور محمد، بالنسبه للكذب، احنا دائما نسمع انه يقول في جهاز يكشف الكذب او شيء. الجهاز هذا يوضع على الشخص ولا جهاز يعني تعريف؟ ممتاز. دائما احنا نسمع في وسائل الاحلام، إذا جيت سألت أي واحد جهاز كشف الكذب يقول إيه جهاز كشف الكذب، أنا شفته في البرنامج الفلاني، اتكلم عليه الإعلام وهذا. جهاز كشف الكذب اخترع من زمان واستخدم في أمريكا وفي كندا، في عدد من البلدان. هذا الجهاز عبارة عن جهاز يوصل بأقطاب معينة في الجسم ويعطينا مخطط لضربات القلب. يعني جهاز فيه زي القلم كذا، يعطينا مخطط لضربات القلب، يشبكون الجهاز، يوصلونه بأقطاب معينة بجسمك، بعدين يبدوا يسألونك. ودقة عالية الجهاز هذا. اي خلني اقول لك، يجي يسألونك أسئلة من القليلة إلى الصعبة، يعني يبدوا بالأسئلة العادية، ايش اسمك؟ كم عمرك؟ كم عدد أولادك؟ بالأسئلة العادية. ويرتفعوا لين ما يوصلوا للأسئلة اللي يبغوا.